وخلال الجلسة التي خصصت في مجلس الأمن بشأن سوريا، دعا المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا الدول الأعضاء في المجلس والبلدان ذات النفوذ على الأطراف السورية أن تبذل مزيدا من الجهد للبدء الفوري بوقف التصعيد ولحماية المدنيين ولضمان وصول المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية. وسأحاول أن أمضي قدما بعملية جنيف بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية. لفعل ذلك أحتاج إلى كافة أعضاء هذا المجلس، فعلا المجلس ككل، أحتاج إلى كل من له نفوذ على الأطراف السورية، ما في ذلك جهة ضامنة في أستانا وآخرين، عليهم أن يدفعوا قدما حول ثلاثة نقاط أساسية. أولا العمل بشكل ملح لضمان التهدئة وحماية المدنيين والمساعدة الإنسانية، وصول المساعدة الإنسانية. ثانيا دعم الأمم المتحدة في جنيف لتفعيل في جنيف إعلان سوتشي النهائي، وذلك ضمن إطار القرار 2254. ثالثا دعم الأمم المتحدة لعقد العملية السياسية لتنفيذ القرار 2254، وبشكل خاص تحقيق تقدم في المسائل الأساسية للسلة لضمان بيئة آمنة وهادئة ومسالمة.